على الريسيرس اوف هاندز في البنكرياس بيطلع في صوره حاجه اسمها في صوره بروجن سوري، بيتكون من حاجه اسمها حاجات زي كده جزء مدور ده اسمه سيبتايد، وعندي تو بوليبتايد تشين تقريبا 51 امينو اسيد اتاتشد توجذر في حاجه اسمها ترايسلفايد. هو بيفرز في صوره حاجه اسمها برو انسولين، يعني مش انسولين جاهز، وبعدين يبدا يتفصل يتفك. يتفك ايه؟ يبقى عندي سيبتايد كده لوحدها، وعندي تو بوليبتايد تشين اللي هم عباره عن الاسم بقى الحقيقي للاشياء. اول معلومه بنقولها ان السيبتايد دي كلمه مهمه، كلمه مهمه ليه؟ لما الاقيها في الدم عاليه معناها ان الجسم ده بيطلع كميات كبيره من الانسولين. يعني مثلا جات لك واحده عندها هايبوغليسيميا، فانت عايز تعمل في الهايبوغليسيميا دي بسبب ان الجسم بتاعها عمال يطلع انسولين كتير، واخده ادويه ولا مثلا عندها انسولين وهم عماله تطلع انسولين كتير، ولا بسبب حاجه فكتيشيس، يعني مثلا هي بتاخد حقن انسولين من بره. اللي بياخد حقن انسولين من بره بياخد انسولين جاهز، انسولين جاهز، فتلاقي السيبتايد اصلا مش موجوده. يبقى لو لقيت سيبتايد يبقى دي ايفيدنس اوف اندوجينوس انسولين، يبقى فايده السيبتايد كلمه واحده بس بتقول ان هو طالع منين؟ من جوه الجسم. الانسولين بيطلع بصوره برو انسولين، بعد كده يديني سيبتايد وانسولين اللي هيبدا يقوم بالوظيفه بتاعته. الوظيفه بتاعت الانسولين بتكون على الميتابوليزم، على مستوى الكربوهيدرات، وطبعا على مستوى الفات، وعلى مستوى البروتينز، وعلى مستوى الالكترولايتس. على مستوى الكربوهيدرات هو هايبوغلايسيميك، بيقلل الجلوكوز. بيقلل الجلوكوز ازاي؟ هيقلله ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل له يوتيلايزيشن. يوتيلايزيشن يعني هيدخله جوه الخلايا، يعني الخلايا اهي في جلوكوز بره هيجي الانسولين يدخله جوه الخلايا. فمستوى الجلوكوز في الدم يبدا ايه؟ هيبدا يقل. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيعمل انهبيشن لعمليه اسمها جلايكوجينوليسيس، ويعمل استيميليشن لحاجه اسمها جلايكوجينيسيس، يعني يبدا يوقف تكسير الجلايكوجين في الليفر، وبالتالي هيقلل مستوى في الدم، وفي نفس الوقت الجلوكوز الزياده يبدا يتحوش في صوره ايه يا ولاد؟ في صوره جلايكوجين. على مستوى الفات بيعمل استيميليشن لحاجه اسمها لايبوجينيس، يعني هو دخل الجلوكوز جوه الخلايا وبدا يحوش في الستور بتاعنا الجلايكوجين. خلاص حوشنا جلايكوجين كتير بس لسه عندي جلوكوز زياده عمال يدخل جوه الخلايا، يبدا يتحول الى فات، يبقى بيحصل حاجه اسمها لايبوجينيس، وبالتالي بيعمل انهبيشن لحاجه اسمها لايبوزيس. في نفس الوقت برضه بما ان انا عندي طاقه وعندي جلوكوز كتير جوه الخلايا، انا مش محتاج اصلا ان انا اعمل حاجه اسمها جلوكونيوجينيس، يعني مش محتاج ان انا احول الامينو اسيد ولا البروتينات ان انا احولها الى جلوكوز، ما انا اصلا عندي جلوكوز زياده. فانا في هذه الحاله بعمل انهبيشن للجلوكونيوجينيس وبسيب الامينو اسيدز والبروتين علشان تبني الجسم. فانا اقول لك بيعمل بوزيتيف نيتروجين بالانس، او بطريقه ثانيه هو انابوليك. انابوليك ليه هو انابوليك يا ولاد؟ هو انابوليك عشان حاجتين، اولا بيحوش دهون يعني بيعمل لايكوجينيسيس، وثانيا هو بيبني بيخلي البروتين يبدا يكون الجسم، يعني بيعمل انهبيشن لعمليه مهمه اسمها جلوكونيوجينيسيس. اضف الى ذلك كله بقى انه الانسولين بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا، حضراتكم عارفين بيدخل معاها البوتاسيوم، يعني بيعمل انترا سيلولار شيفت لمين؟ للبوتاسيوم لمين الدنيا؟ الانسولين بيطلع في صوره برو انسولين ثم يتحول الى سيبتايد وانسولين. الانسولين هو الاكتف فورم، السيبتايد هو دليل بس على اندوجينوس انسولين موجود في الدم. ايه وظائف هذا الانسولين؟ على مستوى الجلوكوز هيقلل الجلوكوز، هيقلله ازاي؟ بكذا حاجه، هيزود الجلوكوز ابتيك باي سيلز، دي كلمه اسمها يوتيلايزيشن، يعني بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا. الجلوكوز الزياده هيبدا يتحوش بصوره جلايكوجين، يعني يعمل جلايكوجينيسيس ويوقف عمليه اسمها جلايكوجينوليسيس. الجلوكوز الزياده الجلايكوجين يتحوش زياده يبدا يكون كمان دهون، يعمل حاجه اسمها لايبوجينيسيس، هيوقف حاجه اسمها لايبوليسيس. على مستوى البروتين هيوفر الامينو اسيدز والبروتينات لبناء الجسم، هيعمل انهبيشن لحاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس، فبالتالي هو انابوليك هرمون، هيزود الفات وهيزود بناء الجسم بوزيتيف نيتروجين بالانس، يعني انابوليك افكت. على مستوى الالكترولايت هو بس على مستوى البوتاسيوم بيعمل انترا سيلولار شيفت اوف بوتاسيوم، واعتقد الكلام بسيط جدا. ريجيوليشن بتاعته، ريجيوليشن ازاي؟ زي اي هرمون بنقوله
في حاجات بتزود الريليز بتاعه وفي حاجات بتقلله. هنزود الريليز ازاي؟ عن طريق الجلوكوز. لو انت اكلت كربوهيدرات كتير مثلا هنزود الابتيك عن طريق الامينو اسيد. الامينو اسيد تعمله ستيميوليشن وهو انابوليك عن طريق كل الجي اي هرمونز، الكوليستوبين والاسترين والسكريتين، الحاجات دي كلها كل الهرمونز. وفي حاجه اسمها جلوكاجون لايك بابتايد 1 بيعملوا ستيميوليشن اسمه بين انكريبتين. هنتكلم عليه في الادويه كمان شويه. الحاجات اللي بتقلله، يلا قولوا لي اربع حاجات انتي انسولين. اثنين بحرف السي اللي هما الكاتيكولامين والكورتيزون، واثنين بحرف الجي اللي هما الجروس هرمون والجلوكاجون، مش كده ولا ايه؟ وكمان الاستروجين والبروجسترون. عشان كده الكونتراسبت بس من الحاجات اللي هي ربما تؤدي الى الدايبيتس ما اسمها انتي انسولين. بص يا ولاد، اي حاجه من دول عشان هي انتي انسولين ممكن تعمل سكر. يعني زياده الكاتيكولامين او الكورتيزول او الجروس هرمون او الكلام ده هناك كتير، يعني في كروموزيتوما، مش كده ولا ايه؟ الكوشن، حد بياخد استيرويدز من بره، كوشنويد، حد عنده اكروميجالي او جيجانتزم، حد عنده جلوكوجونوما، حد بياخد واحده تاخد كونتراسبتيف بس كتير، يبقى دي كلها حاجات تعتبر هي دايبيتوجينيك لانها بتعكس الاكشن بتاع الايه؟ بتعكس الاكشن بتاع هذا الانسولين، اوكي؟ كلمة دايبيتس ميليتس بقى اللي هو مرض البول السكري او ارتفاع مستوى السكر في الدم. ده بيكون الفكره ان الانسولين يا اما قليل كعدد يعني ابسوليوت ديفيشنسي او يكون ريليتيف ديفيشنسي، يعني هو ممكن يبقى زياده حتى بس في منه ريزيستنس. الخلل الاساسي بيكون برايمري كاربوهيدريت ميتابوليك ديس اوردر، يعني الخلل الاساسي في الانسولين، فبالتالي بيأثر على الكربوهيدرات ويتميز بوجود هايبر جلايسيميا. ولما الهايبر جلايسيميا تعدي رينال ثريشولد اللي هو 180 ملي جرام بير دي ال يبدا يحصل كلمه اسمها جلوكوزوريا، ويكون اسوشيتد دايما معاه مع تشخيص المرض حاجه اسمها ماكرو انجيوباثي ومايكرو انجيوباثي. وسكندري الابنورمالتي في الكربوهيدرات ميتابوليزم بيحصل مشاكل في الفات والبروتين. على مستوى الفات هيزود اللايبوليسيس، وعلى مستوى البروتين هيعمل نيجاتيف نيتروجين بالانس، يعني هيزود حاجه اسمها كاتابوليزم. يبقى الديفينيشن بيشمل عده نقاط، اربع نقاط. او الخلل الاساسي بين الكربوهيدرات، ايه المشكله؟ الانسولين يا اما ريلاتيفلي اور ابسولوتلي، يا اما مش موجود خالص، يا اما موجود بس مش مكفي، في منه ريزيستنس، يبقى اسمها ريلاتيف اور ابسولوت ديكريز الانسولين. يؤدي الى هايبر جلايسيميا وجلوكوزوريا، نقص الانسولين مش عارف ادخل الجلوكوز جوه الخلايا، فيبدا الجلوكوز في الدم يبدا لما يعلى يعدي هنا الثريشولد هينزل يؤدي الى، ومن هنا جت الكلمه يقول لك مرض البول السكري. البول السكري لان الجلوكوز هيبدا ينزل مع اليورين، تمام؟ وبيكون مع المرض عشان الديبوزيشن لهذا الجلوكوز وميوكوبوليسكارايدز واشياء اخرى يبدا يحصل ماكرو انجيوباثي، يحصل اسكيميا. مايكرو انجيوباثي بتيجي في البلاد فيزلز الصغيره، اشهرهم ريتينوباثي وبريفرال نيوروباثي ونفروباثي، والثلاثه يحصلوا مع بعض. ريتينوباثي لو جالك حد عنده سكر وعنده ريتينوباثي دور على البريفرال نيوروباثي والنفروباثي. لو جالك واحد عنده دايابيتيك نفروباثي دور على الريتينوباثي والنيوروباثي وهكذا، لقيت واحده دور على الايه؟ دور على الاخرين. نتيجة لان انا عندي خلل في الكربوهيدرات هيبدا الفات والبروتين يبدا يتأثروا. الفات هيتأثر ازاي؟ مش دلوقتي يا ولاد الانسولين كان بيحوش، كان بيخلي الجلوكوز يتحول الى دهون يعمل لايبوجينيز، طب انا ما عنديش، فيبدا يحصل معانا لايبوليزم. ده بيفسر حاجة، الناس اللي عندهم سكر وان كنترول ده بيخسوا. بيخس يبدا يخس لان زاد عنده حاجة اسمها لايبوليزم. الناس يا ولاد اللي عندها سكر تلاقي عندها ديسليبيديميا، هتلاقي لخبطة في مستوى الدهون في الدم، تلاقي مستوى دهون الكوليسترول عالي، التريجلسترايد عالية. هو الفكرة إن أنا عندي أبنورماليتي في الميتابوليزم بتاع الفات. في نفس الوقت هو كان بيعمل انهبيشن لحاجة اسمها جلوكونيوجينيسيس، فبالتالي كان بيخلي البروتين والأمينو أسيد تبني الجسم، ما عنديش انسولين. مش يحصل هذا الكلام ده، النيجاتيف نيجاتيف نيتروجين بالانس يؤدي إلى كاتابوليزم، يبدأ يخس. هو بيخس عشان حاجتين، عشان زيادة اللايبوليسيس وعشان زيادة الجلوكونيوجينيسيس. يبقى ده كده ديفينيشن كامل على بعضه. التقسيمه بتاعت الدايابيتس، تقسيمه السكر بتاعتنا،
في عندنا حاجة اسمها primary اللي هو ما كانش ليه سبب، ما لهوش سبب، دي نظريات. وفي نوع بيكون secondary، وفي طبعا حاجة اسمها gestational اللي هو بيحصل مع سكر الحمل. النوع اللي هو البرايمري ده في منه تايب 1، وده مشهور جدا، اسمه ايه؟ انسولين ديبندنت دايابيتس، اسمه كده. وده بيحصل في السن الصغير، فبيكون جوفينايل فورم، مقارنه بالنوع الثاني اللي هو اسمه تايب 2. تايب 2 وده بيكون نون انسولين ديبندنت دايابيتس، بيحصل في السن الكبير فبنسميه ادلت فورم. ده بيكون اقل من 40 سنه غالبا، ده بيكون اكتر من 40 سنه غالبا، عشان كده السن مهم. وفي نوعين كمان طلعوا منهم، في حاجه اسمها مولدي تايب، وفي نوع اسمه لادا تايب. يبقى احنا قسمنا الاول في برايمري وسكندري وجستيشنال. البرايمري لوحده في منه اربع انواع، النوع الاول والنوع الثاني، وفي نوعين بينهم، هنعرف يعني ايه بينهم. في نوع اسمه مولدي تايب ونوع اسمه لادا تايب. نمسك النوع الاول تايب 1 انسولين ديبندنت، دوت يمثل اصلا قد ايه يا ولاد؟ يمثل من 5 ل 15% من الناس اللي عندهم سكر كلهم، نسبه قليله. يعني في البوبيوليشن 3 من 10%، 3 في كل 1000، يعني في البوبيوليشن حتى قليله. مفيش فيه جينيتك فاكتور، لو في بيكون على الكروموزوم رقم 6. مشكلته الاساسيه ايه؟ هو بيكون هلا اسوسيشن اي ار 3 او 4. يعني ايه هلا؟ هيومن ليكوزيتك انتجن، العامل الوراثي في الناس اللي مش قرايب. حد سستم وعنده هذا الهلا، حصل له فايرال انفكشن. هذا الفايرال انفكشن بعد سلسله من التي ليمفوسايتس والبي ليمفوسايتس والكلام ده، طلع عندي انتي بودي، غالبا الفيروس موكاساكي او ايكو فايروس. طلع انتي بودي، هذا الانتي بودي راح دمر الايلت سيلز في سن صغير، لما راحت اتدمرت اصبحت مش عارفه تطلع. هذا الشخص اصبح عنده نو انسولين، ما عندوش اصلا انسولين. الانتي بودز اللي اتكونت عنده دي نوعين، 80% بتبقى ترانزيت يعني تقعد شويه وبعدين تختفي، و20% بتبقى بيرمننت تفضل موجوده باستمرار. مفيش جينيتك فاكتور قد كده، يعني الوراثه هنا مثلا لو في ايدنتيكال توين 30% واحده حصل لها سكر الثانيه يحصل لها. غير ده هنقول لك 100%. الوراثه لو جايه من الاب مثلا من 2.5% لو جايه من الام من 1.25% ل 2.5%، يعني الوراثه لا تتعدى المتوسط بتاعها 2.5%. العامل الوراثي عشان بس تفهمني، تايب 2 ده لو في ايدنتيكال توين وحتى حصل له بنسبه 100% ثانيه يحصل. النوع الثاني ده الوراثه بتاعته 25%. يعني لو واحد ابوه عنده تايب 2 دايابيتس يبقى هو بيحمل الريسك بتاع ده نسبه 25%، ابوه وامه 50%، اخوه 75%، فاهمني ولا لا؟ يعني كل واحد في الفيرست ديجري ريلاتيفز هيزود النسبه بكام؟ يعني الوراثه اكتر مع النوع الثاني وليس مع النوع الاول، مفهوم الكلام ولا لا؟ الناس دول بيكونوا دايما ناس رفيعين، لان الانسولين انا بقول كريتيكال جس، فده حد ما عندوش انسولين فغالبا هيبقى حد ايه؟ هيبقى حد رفيع. واضح ان المشكله عنده في خلايا، في اجسام مضاده اسيد راحت دمرت الخلايا. لما خدوا عينه من البنكرياس لقوه ديستراكتد باي انتي بودز، يعني انتي بودز راحت عملت ديستراكشن لمين؟ لهذا البنكرياس. هنقوم بقطع مع حته الانتي بودز. لو طفل صغير دلوقتي متهيئة وشفت ان هو عنده سكر والسكر بتاعه عالي وما عندوش انسولين، دور على ايلت سيل انتي بودز، لو لقيتها موجوده اديله ستيرويدز وايميون سبريس دراكس، ربما تنقذه، ربما تنقذه. زي مين؟ زي مثلا عارفين مرض اسمه هاشيموتو مثلا، في انتي بودز رايح تضرب مين؟ فانت بتعمل انتي بودز لقيتها موجوده، انت بتعالج الغده كده كده هايبر او هيبر متعالج على حسب اللي قدامك، لكن كمان لابد ان انا اعالج السبب، ادي كورتيزول كده مثلا اسبوعين او ثلاثه واشوف الاجسام المضاده هتقل ولا لا. لو قلت انت بتحمي الغده من الدستراكشن، كذلك البنكرياس. بس مشكلتنا كلها يا ولاد ايه المشكله؟ النقطه دي خلاص هو ايه؟ هو استوى، يعني هو اصلا خلاص الموضوع يبقى خلصان. لكن لو انت وبعدين مين هيتوقع هو انت تتوقع زي ما الدكتور يحصل له سكر ولا لا؟ مش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش حاجه اسمها كده بالمره. حتى لو قلت لهم انا اشوف ابنهم عنده سكر ولا لا، انا اتفاول عليه سكر ايه دلوقتي؟ فهو ده بالك مش كده؟ فالموضوع مش بالسهوله ان انت تكتشفه. لكن عموما تايب 1 هو من 5 ل 15% من حالات السكر كلها، 3 من 10% من البوبيوليشن، السن بتاعه اقل من 40 سنه بيكون نفس السن. الوراثه لو موجوده هي قليله على الكروموزوم رقم 6.
الفكره بتاعته كلها ناس الصف كله، يعني عندهم هلا اسوسيشن دي ار 3 او 4 كان هو فايرال انفكشن. هذا الفايرال انفكشن بدا يكون انتي بودز. الانتي بودز دول 80% بيقعدوا فتره ترانزيانت ويختفوا 20% بيرمننت. يروحوا يضربوا الايلت سيلز، لما يروحوا يضربوها يدمروها، اصبح ما عندوش اي، وطالما ما عندوش اي انسولين هنقولها كمان شويتين هو عرضه ان يحصلوا كيتوزيس. ما عندوش انسولين، ما فيش جلوكوز يدخل جوه الخلايا. الفات اللي في الخلايا يبدا يتحلل ويعمل حاجه اسمها دايبيتيك كيتو. عشان كده في ناس كتير من دول يبقى الفيرست برزنتيشن بتاعهم هي كلمه ايه؟ هي كلمه دايبيتيك كيتو اسيدوزس. يعني ممكن اول حاجه اصلا يجي لنا بيها ان هو جاي عنده دايبيتيك كيتو اسيدوزس. الوراثه لو ايدنتيكال كويس بيحصل 30%. لو كان واخد الوراثه من الاب ومن الام لا تتعدى 2.5% بالكثير، يعني الوراثه بتاعته قليله. لو خدت عينه البنكرياس هلاقيه ديستراكتيف. النوع الثاني فوق ال 40 سنه مش محتاج انسولين في العلاج من الاول. بيحصل هو ده الاكثر، يعني هو تقريبا هو بقى الباقي، يعني هو اكثر من 85% من حالات السكر كلها، اللي هو تقريبا بيكون 5% ل 10% من البوبيليشن عندهم سكر. لو هو جينيتك على الكروموزوم رقم 11 وبيكون مالتي فاكتوريال حاجات كتيره. الفكره بتاعته كالاتي يا ولاد، هو 80% حد اوبيز و20% حد تاني. هنمسك الاوبيز عشان هم الاكثر. اوبيز يعني في اديبوسايز فات سيلز. الفات سيلز بتطلع حاجتين، بتطلع ريزستين وبتطلع ليبتين. والاثنين على فكره بيروحوا يقعدوا على الخلايا، الخلايا عندها ريسبتورز فور انسولين. الانسولين بيطلع من البنكرياس، عشان يروح يشتغل على الخلايا لازم يشتغل على ريسبتورز. الاديبوسايز بتطلع مواد، اشهرها حاجه اسمها ريزستين وليبتين. الريزستين من اسمه ريزستين. يبقى بيقعد على الريسبتورز هنا يخلي الانسولين ما يعرفش يشتغل عليه، فمستوى الانسولين في الدم يبدا يعلى بس مش عارف بيشتغل. يبقى الانسولين هنا عندهم ايه يا ولاد؟ لما تيجي تعمل له سيرم انسولين وسيرم تايد هيبقوا مالهم؟ هيبقوا عاليين، يعني هو بيطلع انسولين كتير، بيطلع انسولين كتير، بيطلع انسولين كتير، بس المشكله ان هو عنده انسولين ايه؟ طيب يا دكتور حلو، امال الناس الرفيعين طب ما دول ما عندهمش اديبوسايت، اقول لك دول عندهم حاجه اسمها ديس هرمونوجينيسيس. انتوا فاهمينها؟ ديس لفظ هرمون هرمونات جينيسيس تصنيع، عنده لخبطه في الهرمونات ازاي؟ يعني حد قال انا على طول متعصب هو متعود على القلق، فعنده البروتاجون والكورتيزون والكاتيكولامين زياده باستمرار، ودول كلهم اسمهم انتي انسولين، فده ربما يكون السبب. يبقى ربما تكون السبب الاوبيزيتي وربما يكون السبب. وبعدين مشكله بس في جينيتك فاكتور عالي جدا، انا قلت له حاجتين من شويه، انا بقول لك يا دكتور 100% في الايدنتيك فاكتور 100% ها 25% في القرايب، مش كده ولا ايه؟ فالوراثه بتاعته كتير قوي. طيب الناس دول الانسولين عندهم كتير صح؟ فالبنكرياس بتاعهم اشتغل كتير. البنكرياس كل ما بيطلع انسولين بيعمل ريز انسولين بيطلع معاه ماده اسمها اميلين. اميلويد تيشو كده ماده اسمها بروتين اسمه اميلين. بنسبه 100 لواحد يعني كل 100 وحدة انسولين معاهم وحدة ايه؟ طب ايه فايده الاميلين ده؟ الاميلين ده ماده حلوه جدا يا ولاد. اقول لكم بتعمل حاجتين. الاميلين بيعمل حاجتين. بيعمل ديلي جاستريك انفيلد وبيعمل انهبيشن لهرمون اسمه جلوكاجون. خلصوا من دي، بيعمل انهبيشن للجلوكاجون. حاجه حلوه ولا حاجه حلوه ليه؟ هو قال دي الحاجه الثانيه. الاميلين ده عارف يا دكتور بيخلي الاكل يقعد في الاستومك شويه فيبدا ينزل تدريجيا ما ينزلش مره واحده. يعني يخف اللود على السمول انتستين ما يخليش الابزوربشن والجلوكوز يعلى مره واحده فبالتالي بيحافظ على مستوى الايه؟ بس طبعا يعني هو مقارنه بالانسولين انا بقول لك 100 لواحد يعني هو ولا حاجه بس مع الزمن مع الزمن مع الزمن مع الزمن مع الزمن مع الزمن واحد بقاله فوق ال 40 سنه عنده 50 عنده 60 سنه يعني طلع مليارات الوحدات من الانسولين فبقى عنده برضه شويه كتير من مين؟ من هذا الاميلين فممكن يتخصب بعضهم في البنكرياس يقول لك البنكرياس مليان اميلينوزز جه منين؟ هو الماده التي تفرز معها الانسولين يبقى الانسولين هو بيطلع بيطلع معاه حاجه اسمها ايه يا ولاد؟ عايز نكتب الرول اوف اميلين عشان محتاجينه كمان شويه يلا بسرعه اكتب معايا رول اوف اميلين هو مكتوب ايه في الكتاب؟ مكتوب سيكريتد ويز انسولين صح؟ هنكتب معايا كلمه بس كده هنكتب رول اوف اميلين اميلين انهبتس جلوكاجون انهبتس جلوكاجون واثنين
decrease gastric emptying. So, amylinomimetics are new drugs for diabetes. Amylinomimetic يعني شبه يعني طلعوا ادويه تشبه مين؟ الاميلين. يبقى هتعمل ايه؟ هتبقى انتي جلوكاجون وهتقلل الاستومك امبنج. وده حلو ولا لا؟ حلو ولا لا؟ ماشي يا ولاد؟ يعني من ضمن النيو دراجز يقول لك اميلين وميمتك. يعني ايه؟ يعني ادويه بتشتغل كانها مين؟ كانها اميلين بالظبط. نفس الحته دي كده يبقى ده اسمه تايب 1 واسمه تايب 2. لو ملاحظين حاجه ان تايب 2 ده بيحصل امتى؟ بيحصل في سن ايه؟ تايب 2 بيحصل في سن فوق ال 40 سنه، سن كبير مش كده؟ ده الادلت فورمهم بيحصل في سن كبير. النوع اللي هو المودي ده اسمه تايب 2 في سن صغير، يعني الطفل لسه صغير على فكره، عنده 7 8 10 15 سنه. فالطفل ده تخين شويتين وعنده فاميلي هيستوري الاوتوزومال دوميننت ديزيز. يبقى اسمه ماتيور اولز دايابيتس ان يونج. هو تايب 2 بس حاصل فين؟ في سن صغير، يعني هو حد اوبيز، يعني هو حد عنده انسولين ريزيستنس. هو 50% فيه وراثة الاوتوزومال دوميننت، 50% في العيله عندهم المرض. هو ماشي كله، وعلى فكره بيتعالج بالانتي دايابيتيك بالسلطانيه الدوريه جروب، يعني هو كل حاجه هو ماشي مع التايب. وكل مشكلته ان هو فين؟ ان هو سن ايه؟ بس يبقى تايب 2 سن صغير اسمه ايه؟ اسمه مودي تايب. مو باختصار ماتيور اولز دايابيتس انيون. خلصت. النوع الثاني اسمه لادا ليتنت اوتو اميون دايابيتس النظر. لو انت رجعت للتايب 1 مش كان اوتو اميون بس كان بيحصل فين؟ لا في سن صغير. خلاص انت فهمتني. لو حصل اوتو اميون في سن كبير يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه لادا. عشان كده المودي واللادا هي فرايتس. هو الاساس التايب 1 اهو والتايب 2 اهو. في فرايتي من تايب 2 اسمها مودي، وفي فرايتي من تايب 1 اسمها لو المودي حصل في سن، لو اللي هو التايب 2 حصل في سن صغير يبقى اسمه مودي، لو التايب 1 حصل في سن كبير يبقى اسمه لا طبعا اكيد. يعني ده هيتعالج بالانسولين، ده هيتعالج بالدايت والاكسرسايز وبال الاورال انتي دايابيتيك والكلام ده. ماشي الحال؟ في كلمه سريعه خالص ومنها بقى، في حاجه اسمها سكندري دايابيتيك. سكندري يعني في سبب واضح. السبب الواضح ده قد يكون المشكله، قد تكون المشكله في البنكرياس، اي بنكرياتيك ليجن، او قد تكون حاجه في الهرمونات اللي احنا قلنا عليها من شويه، او قد يكون المشكله عندي في الريسبتورز ودراجز واشياء اخرى. اولا في البنكرياس، قول لي اي مرض يجي في البنكرياس. كورونيك بنكرياس، فايبروسيستك مش عارف ايه بنكرياس، كانسر هيدرو بنكرياس، ادروكارسوما في البنكرياس، واحد عمل بنكرياتيكتومي اصلا، فاهمين؟ يعني اي حاجه بتدمر البنكرياس. يبقى انا اثرت على الاندوكراينال بارت بتاعه طبعا المهم اللي هو السكر. الاندوكراين هقول لك شويه امراض وقول لي فاهم ايه. هقول لك يا دكتور في كروموسايتوما، ادي بولا مين كوشن كورتيزول اكروميل. ممكن على فكره السايتوكسيدول بس قلنا فيها مشكله، هي بتزود الابزورشن وكل حاجه، لكن برضه في نفس الوقت الحرق بتاعنا بيكون شغال كويس. ها ممكن يا ولاد يكون كونز ديزيز بس انا مش فاهم، محدش شرحها لي. كونز شاطر مش الكونز ده معاه هايبوكاليميا والبوتاسيوم. يعني هو البوتاسيوم اصلا لازم يكون عندي بوتاسيوم عشان يعمل سيميليشن للجلوكوز. انا قلت لكم ادي الخليه اهي بره في بوتاسيوم وفي جلوكوز. لما يكون عندي هنا بوتاسيوم هيعمل سيميليشن، لما يكون عندي جلوكوز هيعمل سيميليشن، لو الاثنين عاليين هيعمل سوبر سيميليشن. انا دلوقتي الكوز مع هايبو كلمه يبقى بيعمل سيميليشن بس هو مين؟ الجلوكوز. كميه الانسولين مش عاليه قوي، فبالتالي ممكن يعمل امبيرد جلوكوز او حتى يبقى دايابيتوجينيك. الكونز ربما تؤدي الى دايابيتس احيانا. الكونترا سيبت بيس ادويه الدايزوكسايد ده بيدمر البنكرياس اصلا. دايزوكسايد الثيازايد مشهور بيعمل هايبر جلايسيميا. الكونترا سيبت بيس الامراض اللي فيها مشكله في الريسبتورز داون وترنر وكلينفلتر او ضعفين تفتكروا يا عمر تفتكروا حاجه اسمها ديد مولات ده وده كده. المشكله في الاوزمو ريسبتورز اخر هايبوثالاموس كان بيحصل ايه؟ ديد مولات بتحصل ايه؟ دايابيتس ودايابيتس ميليتس ومعاها اوبتيك اتروفي وديفنس. هو المشكله عندي في الريسبتورز نفس ما هو زي ما عمل مشاكل في الاوزمو ريسبتور وعمل دايابيتس ريسبتورز هنا في الريسبتورز. او ممكن اقول الامراض اللي هي الوراثيه زي المايتونيا اتروفيكا وزي الفريدريكس اتاكسيا. 40% من الفريدريكس اتاكسيا مثلا بيكون عندهم دايابيتس. ازاي؟ المشكله في الريسبتورز.
او ملاش كل ده الليبر سيروزس. هو الليبر سيروزس فاهمه ده هايبر جلايسيميا؟ ايه يعني هو كل يعمل بوستر راند هايبر اللي هو كل بعد ما كل بعد ما كل جلوكوز عالي مش عارف يدخل يتحول هرمون وفي خلل في الريسبتورز فاهمني ولا لا؟ بس بعد شويه هو فضل صايم يحصل له باستنج هايبوجلايسيميا لان الليبر كان بيتحوش فيه جلايكوجين كتير يكفيك للصيام 12 ساعه ولا 36 ساعه بعض الناس فاهمني ولا لا؟ في هذه الحاله المريض بتاع السيروز عنده مشكله وقلناها قبل كده هو معاه فاستنج هايبوجلايسيميا ومعاه بوست برانديال هايبر. فاستنج هايبوجلايسيميا ما عندوش مكتوب بوست برانديال هايبر جلايسيميا لان ما عندوش حته يحوش فيها وما عندوش ريسبتورز في الليبر شغاله كويس خلاص. يبقى دي كلها حاجات ليها سبب طالما ليها سبب يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها سكندري. جيستيشنال بيحصل ويز بريجنسي واحده ست حامل غالبا في اللاست تريمستر ممكن قبل كده يبدا يحصل لها سكر. البارامترز مختلف يعني البارامترز غير السكر اللي احنا عارفينه شويه. بيحصل ايه؟ احتمال ان البريجنسي ده لود عليها فالانسولين مش مكفيها ولا مكفي البيبي. احتمال. في احتمال تاني ان البلاسينتا لما بتتكون بتطلع انتي انسولين لازم بتطلع انسولينيز حاجات ضد مين؟ ففي هذه الحاله ممكن يحصل لها سكر. طيب بعد الحمل بقت كويسه بس بنسبه كبيره خلال 10 15 سنه من 30 ل 50% بيحصل لهم نايتوبيز. يعني اللي اتعلم عليها وهي حامل وحصل لها سكر لازم تاخد بالها بعد كده وزنها واكلها والكلام ده لانها اصلا عرضه لمين يا ولاد؟ عرضه للتايب 2 دايابيز مش عايزه كلام مفهومه الحته دي ولا لا؟ البارامترز مختلفه بمعنى انا هقول لكم حاجه سؤال كده تحديدي يعني يا ولاد هو دلوقتي لما يكون حد عنده سكر وبيتابع معايا انت الهدف بتاعك انك تخلي الفاستنج بتاعه اقل من كام؟ بس على 126 وتخلي بوست برانديال اقل من 200 الست الحامل مش كده عايز اخلي الفاستنج اقل من 110 والبوست برانديال اقل من 150 يعني لازم اعمل كير ليه؟ انا اخرج بره الموضوع شويه ماشي بس ركزوا معايا الدايابيتس اند بريجنسي هو بريجنسي اند دايابيتس يعني دلوقتي يا ولاد بقول لحضراتكم لو واحده ست انا بتكلم عموما يعني واحده ست عندها سكر وحملت احتياجاتها للانسولين ربما تزيد ما ينفعش استخدم معاها اقراص لازم استخدم معاها لان كل الاقراص تراتوجينيك الا الميتفورمين ما ينفعش استخدم معاها اي علاج الا كلمه اسمها ميتفورمين ده الوحيد اللي ممكن استخدمه لكن يفضل ان انا امشيها على مين؟ واظبط الجرعه بتاعتها، اظبط الجرعه بتاعتها ازاي؟ اظبط جرعه الانسولين ازاي؟ اخلي الفاستنج اقل من 110 والبوست براند اقل من دي اول معلومه، في مشكله؟ دكتور هو انت خايف من ايه؟ الست دي عندها سكر. السكر ده هيعدل البيبي. لو عدل البيبي هيعمل ستيميليشن للبنكرياس بتاع البيبي ان هو يبدا يكبر ويطلع ولما يطلع انسولين هيبدا ايه؟ يخلي البيبي بايه؟ يبدا يكبر، ما هو انا بقول بقى تيجي عشان تولد هجيب لها فيل صغير هجيب فيل مثلا خد يبقى 3 كيلو هجيبه 5 6 كيلو طب هتولده ازاي؟ فاهمني ولا لا؟ فمشكله كبيره عشان كده انت من الاول لابد انك ايه؟ طيب الحاجه الثانيه طب هو الدايبيتس يعمل ايه في البريجنس؟ يعني الدايبيتس لوحده بقى اولا الدايبيتس ممكن يعمل حاجه اسمها ابراكشو باسيلتا يحصل هيموريج جامد يحصل انفكشن بالهبل يو تي اي في العبيط فاهمني ولا لا؟ عشان كده الست الحامل لازم تعمل لها حاجه اسمها كلوز مونيتورنج انا عشان يتابع معايا مريض سكر برد عليه كل 3 شهور الست الحامل كل اسبوعين لما يكون عندي مريض سكر والدنيا حلوه اقول اعمل سكر تراكمي كده كل 3 شهور وكل اسبوع شهي يتمرن الجهاز اللي عندك في البيت لو واحده ست حامل بديها جدول والله جدول اقول لها تحللي فاستين وبوست براندر بعديها بساعتين ومره عشوائي يعني تحلل في يومين تقعد تشك 3 مرات الى جانب طبعا شكات الانسولين الله يكون في عونها يعني واخد بالك الى جانب شكات الانسولين كمان ليه؟ الهدف كله ان انا خايف على مين؟ بحيث ان انا احافظ الصفه بقانون الرقم احافظ على الفاستنج اقل من 110 او البوست برانديال اقل من 150 وعند اسبوع 36 ما استناش بقى لما تولد ما استناش لما يجي لها خلق لا ده انا اوديها المستشفى وبحجز فيها عشان اجهزها سيزيريان سكشن بعد الحمل مباشره اسبوع اثنين ثلاثه ممكن ما تحتاجش اي اذن خالص يعني خلاص الامور رجعت ايه؟ رجعت طبيعيه ومش هتديها اي حاجه وخلاص بس بقول لها خدي بالك انت بتعلم عليك بتعلم عليها ازاي؟ اللي انت ممكن يحصل لك ايه مع الوقت. طيب عشان اشخص الجستيشنال دايابيتس بص لو قلنا زي السكر العادي يعني مثلا يجي لك حد تلاقي الفاستنج عالي او البوست برانديال عالي وخلاص لكن ساعات لو احنا شكينا يعني مثلا يا ست جايه النهارده الحمل اللي قبل كده كان حصل لها سكر فهي جايه دلوقتي التحليل التراكمي كويس انا ولا مش نافعني الكلام ده
عامل الجلوكوز ترانزست، في حاجه اسمها 50 جرام وحاجه اسمها 100 جرام. المطبع اكتر دايما هو 100 جرام، تديها 100 جرام جلوكوز وتحل السكر فاست وبوست برانج الفيرست اور وسكند اور وثيرد اور. الارقام فيرست وسكند وثيرد 190 فما فوق، 165 فما فوق، 145 فما فوق. اي رقم من دول فما فوق بتشخص ان عندها ايه؟ مش لازم الثلاثه، واحد منهم. يعني واحد منهم بيشخص ان عندها ايه؟ هيبقى 190 او 195 بعض الكتب، ها؟ و165 و145 بالفيرست اور وسكند اور و الثيرد اور. حضرتك لو الفاستنج اكتر من 105 لكن مش بيعتمدوا عليها قوي، لو الفاستنج اكتر من 105 لكنها مش الاساس، تعمل الفيرست والسكند والثيرد اور بوست براند اللي بيعتمدوا عليها اكتر عشان يشخص ان في حاجه اسمها ايه جستيشنال دايبتس. ماشي كده الحل؟ يبقى لما اقول لك كلاسيفيكيشن، على فكره السؤال بص ممكن يجي لك كده كلاسيفاي دايابيتس، قسم الدايابيتس، هنتكلم ازاي؟ السطور هتقول لي ايه؟ ايه برايمري وسكند وجستيشنال؟ البرايمري كم نوع؟ هما اثنين كبار وفي منهم اثنين برايمري، يبقى اربعه. ثم السكند يا بنكرياتيك اندوكرينال يا مشاكل في الريسبتور، يا اما يكون جستيشنال وبنتكلم عليه شويه، يبقى ده اسمه كلاسيفيكيشن اوف دايابيتس او انواع الدايابيتس. انفستيجيشنز فور دايابيتس، او الاول نقول كده سريعا برزنتيشن. الناس اللي عندها سكر خاصه الحته دي كلها عارفينها، اللي عندهم سكر بيشتكوا من ايه؟ تلك الحالات اسيمبتوماتيك يكتشف صدفه during the routine examination او investigation. صدفه تكتشف، بتعمل تحليل صدفه بيشارك كده يكتشف ان عنده سكر. يحصل له بوليوريا ليه؟ ما كل حاجه ليها السكر بينزل كتير، يعمل حاجه اسمها اوزموتيك، هيبقى اليورين بتاعه هاي ولا لو سبيسيفيك جرافيتي؟ يبقى بوليوريا او سباي سبيسيفيك خلاص بناء على بوليوريا. معايا بوليفيجيا ليه؟ لا يشعر بالشرع، لماذا لا يشعر بالشرع؟ ها لان الجلوكوز مش عارف يدخل جوه الصدر السنتر، مين بيدخل الجلوكوز جوه الصدر السنتر؟ هو الاسبوع ما عنديش انسر مش كده؟ هيبقى عندهم بوليديبسيا ليه؟ وعنده بوليوريا فتلاقي عنده بوليديبسيا حلو؟ يحصل لهم بريفرال نيوروباثي، يجي عنده باراثيزيا، يحصل لهم ويت لوس ليه؟ ايه يعني ما عندي مشكله اقدر عملت فيه لايبوليسز وفي جلوكوجينيس عكس الانسولين فيبدا يخس مع الوقت. انا ساعات اولاد يجي يقول لي بريكارنت انفكشن، يعني حد جاله التهابات في الجلد كتير مثلا، فالدكتور يروح يعمل ايه تحليل؟ عنده فراج يتفتح كل شويه. الستات مشهوره جدا بالرايتس بالبا، تقول لك عندي هرش دايما باستمرار، او خد بالك من تحت كده، وتروح دكتور النساء ودكتور النساء تقول لها عندها مثلا فانجل انفكشن، تقول عامل ايه تحليل سكر، تكتشف ان هي عندها اصلا سكر. ده كله برزنتيشن. يحصل اوقات كريمات فلور لوسنج اوف تيم، يحصل دنتا كيرس وسنان تقع، يحصل بليرنج اوف فيجن. اللينس بتاعت العين دي تتميز بحاجه، الاوزموتيك شيرجز بتاعتها سريعه مع ارتفاع السكر او انخفاض السكر. يعني اقول له حاجه، لو حد عنده سكر تقول له عينك بالذات يقول لك اه بدات تعالجه تديله انس وتظبط السكر، عينك بالذات يقول لك يعني كده بالذات وكده بالذات. بس الاولانيه ايه؟ السكر عالي، طب انا يدخل جوه مين؟ جوه الانس. طب المره الثانيه بدا يقل، بدا يخرج منها، سواء كده او كده بيحصل ايه؟ اظبط هي شكلها مش ثابت، شكلها بيبدا يتغير مع مستوى الجلوكوز اللي فيها. فاهمني ولا لا؟ على فكره بيدخل بالاوزموزس ملوش دعوه بالانسولين، يعني هو طالما السكر عالي في الدم ممكن يعدي على مين؟ يعدي على الانس باستمرار. في بعض المصطلحات، في كلمه قديمه قوي اسمها اسمها بري دايابيتيك بيشنز، الناس الاوبيز، الناس عندها بوست فاميلي هيستوري، الست اللي حصل لها جستيشنال دايابيتيس، الست اللي ولدت بيبي حجمه كبير، دي كلها دول ناس بيكونوا عرضه اللي هي اولاد السكر. وحديثا ما بيقولوا عليهم حاجه اسمها امبيرد جلوكوز تولرنس تيست، هنتكلم عليه كمان شويه. ماشي يا اولاد، دي حاجه، دي كلمه مثلا، في ناس يبقى عندهم كيميكال دايابيتس، كيميكال بصوا ما عندوش اي سيمتوم لكن تعمل الفحوصات تلاقي السكر ايه؟ هو يا جدع انا مش بشتكي من حاجه يا دكتور، انا مش بشتكي من حاجه، يبقى هو كيميكال بس، كيميكال. في ناس يا ولادي ما عندهم حاجه اسمها ليتنت دايابيتس، هو ماشي كويس زي الفل، لما يتعرض لستريس فول كونديشن يبدا السكر، يعني بس اون ستريس فول كونديشن مع الستريس فقط يبقى اسمها ليتنت. في ناس عندهم كلينيكال او اوفر، لو عنده كلينيكال فيتشر وعنده انفستيجيشن، يبقى في ناس امبيرد جلوكوز تولرنس، في ناس دول بيسموا اصلا الاسم القديم بتاعهم بري دايابيتك، دول الناس البري دايابيتك. في ناس بيكون عندهم كيميكال دايابيتس، وفي ناس بيكون عندهم ليتنت دايابيتس، وفي كلمه اسمها اوفرت او كلينيكال دايابيتس. المحصله في الاخر بتاعتنا طبعا هو كله سكر، كله عنده سكر خلاص. عشان تشخص، اخلص من الحته دي، عشان اشخص سكر يا اما العيان اسيمبتوماتيك
يا اما عنده سيمبتوم. دي اول نقطة. ثاني نقطة بتعمل فاستنج او بوست برانديال بلاد جلوكوز اللي هو بعد ساعتين، لو بوست برانديال وصل بيبقى بعد ساعتين وجابوا الكلام ده في كاس البطالة او حتى الراندم بلاد جلوكوز او حاجة اسمها هيموجلوبين A1C. حلو كده؟ الفاستنج ده 126 تمفوق، البوست برانديال او الراندم 200 تمفوق، الهيموجلوبين A1C ها 6.5 جرام برسنت تمفوق. اي رقم من دول ده لوحده يكفي، ده لوحده يكفي، ده لوحده يكفي، ده لوحده يكفي. بس هرجع واقول لو كان اسيمبتوماتيك لازم اعمل التحليل مرتين على الاقل. لو كان عنده سيمبتومز قراءه واحده تكفيه. اكزامبل جالك واحد ما عندوش اي حاجه بيشيك على نفسه، فانت عملت التراكمي لقيته 7.1، تقول له هو انت بتشتكي من اي حاجه؟ فهو بيصنع حاجات بنفسه، كان بياكل كتير بيشرب كتير ما عندوش الكلام ده خالص، هو عايز ايه؟ تاني لانه اصلا ما عندوش اي حاجه. طب لو جالي يقول لي انا بصرف حمام كتير فرحت عملت التحليل فعملت العشوائي طلع 220 بالظبط، لا مش هو بيشتكي طالما عنده شكوى يبقى قراءه واحده ايه؟ مش لازم اعمل كل دول، مش لازم كلهم، حاجه واحده تكفيني. هو انا بعملهم عشان اكفي، لكن ممكن واحده ايه؟ على فكره ممكن حد يبقى البوست برانيال بتاعه 160 والفاستنج بتاعه 130 خلاص هو عنده سكر، انا شخصت من مين بس؟ يعني ممكن الفاستنج الواحد بيشخص، فعشان كده انا بعمل الاثنين. الهيموجلوبين A1C ده بعمله عشان المتابعه بعد كده، عشان كل 3 شهور ده اسمه سكر تراكمي، بتابع المده اشوف لو المده بتتحسن ولا بتسود. طيب بص يا دكاتره، لو هو عنده سيمبتوم خلاص هي قراءه واحده، ما عندوش لابد ان انا اعيده مرتين ثلاثه وادي له الفرصه واعمل له استايل نوتيفيكيشن. المفروض ان الفاستنج الطبيعي اقل من 110 والبوست براند الراندوم اقل من 140. لو جالي الفاستنج من 110 126 اسمه امبيرد فاستنج بلاد جلوكوز. لو جالي البوست برانديال او الراندم من 140 ل 200 ها بسميه امبيرد بوست برانديال بلاد جلوكوز. يبقى كلمه امبيرد اللي هو اعلى من الطبيعي لكنه لم يرتقي المستوى، انا مش هدي علاج الا لو كان ايه؟ 126 200 6.5 دي المرات اللي ادي فيها علاج، لكن الباقيين بعمل لهم لايف ستايل موديفيكيشن. ولو كان عنده امبيرد جلوكوز وانت شكيت ان هو مش هيسمع كلامك، على فكره القانون بيقول لك اديله علاج، واحد مش هيسمع الكلام وشكله وبيز وبيعق في الاكل والتراكم بتاعه عالي سنه او مثلا البوست بدل بتاعه 180 تقول له انت داخل في سكر، تبدا دي مثلا حتى جلوكوباز ولا حاجه، حاجه بسيطه كده بحيث اللي هو سوري الميتفورمين، يعني هو الجلوكوباز ولا الميتفورمين، بس احنا بنتكلم يعني باللغه مالهاش دعوه بالمصطلحات، مالهاش دعوه بالاسماء السوق، انت عايز اسماء علميه يعني. هو الميتفورمين ده انا بستخدمه كده حتى ده منظم، منظم هو مش بينظم السكر، هو بينظم السكر مش هيعمل غير جلوكوزين ولا حاجه. عشان نعمل انفستيجيشنز الواحد عنده سكر. هرمون الليفل هنعمل سيرم انسولين. اخبار السيرم انسولين يا ولاد؟ لو كان تايب 1 ها؟ لو كان تايب 1 هيبقى ايه يعني؟ قليل مش موجود. ها لو كان تايب 2 هيبقى عادي لان عنده انسولين هو مش بيتوس ريزيستنت مش كده ولا ايه؟ ده اسمه هرمون الليفل، هرمون الانفكت. هعمل فاستنج بلاد جلوكوز واعمل بوست برانديال واعمل جلوكوز تولرنس ريسك. نمسك حاجه حاجه، نعمل فاستنج هو صايم وهنعمل بوست برانديال الارقام لسه قايلها واخد بالك ونشخص منها. في فرق بين كلمه بلاد جلوكوز وبلازما جلوكوز، في فرق بين الاثنين. انت ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ هو ايه البلازما دي؟ يعني هي جزء من الدم. انا لو خدت البلازما بس وحسبت فيها الجلوكوز ايه؟ هتبقى اعلى من البلاد جلوكوز ب 10 20. ليه؟ لان البلازما هي خدنا حاجه من الدم، حاجه متركزه من الدم مش الدم كله، فاهماني ولا لا؟ يبقى ده على فكره احنا شغل المعامل كلها بلازما جلوكوز. الجهاز اللي هو الوان تاتش اللي في الصيدليه او اللي في البيت اللي هو بتاع المتابعه بتاع العيان ده اللي هو بتاع اللي هو بيعمل شيك على نفسه يعني كل شويه ده بيكون بلازما. لكن احنا كل اللي قالته منظمه الصحه بتتكلم على ايه؟ على البلازما. يبقى انا محتاج اعمل بلازما جلوكوز، يبقى البلازما جلوكوز بتكون اعلى شويه من البلازما جلوكوز، ما يبقاش حاجه مش مشكله. تعمل له يورين اناليسيس هتلاقي فيه جلوكوز نازل، ولو الحاله فيها كيتو اسيدوز تلاقي كمان في معانا كيتون بوز نازل. النازل في اليورين حاجه اسمها بيتا هيدروكسيبيتريك اسيد، هنتكلم عليه كمان شويه. كمان يا ولاد تعمل له جلوكوز تورنس تيست، كلام قديم العين يصوم من 6 ساعات الى 9 ساعات، يجي لك الصبح في المعمل تشوف اليورين بتاعه وتحط له فاستنج بلاد جلوكوز.
وتديله 1 جرام جلوكوز لكل كيلو جرام من وزنه وتقول له روح افطر وتعالى، وبعد ساعه وبعد ساعتين تشوف اليورين فيه جلوكوز ولا لا، وشوف البلاد جلوكوز في الساعه الاولى وفي الساعه الثانيه، وتشخص زي ما قلت لك من شويه فيها مشكله، وتصنف الناس ما عندهمش سكر او عندهم امبيرد جلوكوز او يكون عندهم دايبيتس. ما عنديش هم ثلاث احتمالات، يا حد نورمال، يا حد عنده امبيرد، يا واحد عنده، يبقى لازم تصنف الناس كده. ما عندكش سكر خالص، لا انت عندك داخل بسكر، لا انت خلاص انت عندك سكر، لازم اصنف الناس كده. لو حد عنده ليتا انت دايبيتس بيعملوا ديكسا من زازون ستيميلاتري تيست، بديله ستيرويدز، هيعمل ايه بالسكر؟ انا حسبت له مستوى السكر لقيته كويس، اديته ستيرويدز لقيته عادي، فاهمني ولا لا؟ يبقى ده بيقول لك ده حد ايه، حد طعم. يعني كاني عملت له ستريس، يبقى لو عنده ليتا دايبيتس طبعا مش حاجه حلوه، لان اصلا هو ايه؟ انا عارف ما هو غصب عني الاستيرويدز هترفع مستوى مين؟ لكنه كلام كده، كلام نظريات مش مهم، ما بيتعملش، ما حدش بيعمل استيرويد ستيميلاتري تيست فور دايجنوزو، ما حدش بيعمل كده، كان مستنى ما يحصل له سكر وبعدين نبدا ايه؟ نبدا معاكم براحتنا. من ضمن الانفستيجيشنز برضه اللي بعملها، بصوا انا اقول كل حاجه وقولوا لي ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بعملها يا اولاد، لازم العيان ده مثلا اعمل له اي سي جي. يا دكتور طبعا اعمل له اي سي جي، ده بيحصل له بريكفال نيروباثي وسايلنت ام اي ومشاكل بالهبل. يا دكتور اعمل له اكس راي وايه وبيحصل له كارديو ام سي كومبليكيشنز كلنا بنتكلم عليه. اعمل له سيتي برين. ايوه يا دكتور ده بيحصل استروك وبيحصل مشاكل في الاير ساينس وبلاوي كتير هنقولها. هتعمل له رينال فانكشن كل شويه. يا دكتور ممكن اصلا يعمل ايه؟ ممكن يعمل رينال فيلر ويعمل مشاكل، تعمل له فونتس اكزاميشن كل شويه. ده كلمه التنوس من الكلمات المهمه والرائعه والكبيره اللي داخله معانا، يعني كل شويه بعمل له حاجات مش كده بس. لو شكيت ان السكر بتاعك ده سكندري، لو هو سكندري لابد انك تدور على السبب. شوف لي البنايل مانديليك اسيد في اليورين، شوف لي 24 اور يورين كولكشن اوف كورتيزول، شوف لي الثايرويد فانكشن يا دكتور، شوف الجروث هرمون انسولين لايك جروث فاكتور 1 ليفل، شوف لي الجروث هرمون اخباره ايه، يعني دور على السكندري كوز. فاهمني ولا لا؟ في حاجه اسمها سيتوسايد احتاجها ولا لا؟ احتاجها امتى؟ اقول لكم حاجه، انا جاي النهارده عيان عنده 30 سنه حلو كده؟ وبياخد اقراص السكر، فانا بقول له السكر عندك بلد، يقول لي بقى لي مثلا 10 سنين. قلت طب انت مش رحت للدكتور اول ما جالك السكر؟ يقول لي اه. رحت للدكتور. قلت له طب انت قال لك عندك النوع الاول ولا النوع الثاني؟ يقول لي الدكتور ما قالش. ما قالوش. ها طب عالجك بايه؟ قال لك ده عالجني بانسولين على طول. وانت شايفه اوبيس تمام. طب هو ما عملكش تحليل عشان يعرف اذا كان كذا ولا كذا؟ فاهمين حاجه؟ يعني هو الدكتور في الاول لازم انت لو انت اول واحد بتشوف العيان لازم انت تصنفه يا دكتور وتدي له ورقه او تشرح له انت عندك النوع الاول او عندك النوع. طب انت عامل ايه؟ هو بياخد انسولين. هو لازم بياخد انسولين. فانت لو عملت له السيرم انسولين ليفل هيبقى؟ ما هو بياخد انسولين. لا انا عايز اعرف اسمه بيطلع انسولين ولا اعمل ايه؟ اعمل سيكل تايب فهمتوني ولا لا؟ فهمتوني؟ طب الممرضه اللي كل شويه تدخل تايب جلاسيميا لازم تكون ممرضه او دكتور. لو ممرضه عشان تاخد اجازه. مش هجيب الانسولين من الثلاجه وتروح ايه واخد انسولين. طيب والاسيميا بتاعك بتحاول تجرب مش هتاخد اجازه. فانت عشان تشوف الموضوع ده ايه؟ بس دي طيب هتلاقي سيو بتاعنا عم تعمل ايه؟ ايه؟ يعني تاخد من بره؟ لا ولكن هي بتاخد الانسولين، هي بتاخد عماله كل شويه تنشك انسولين من بره، فهي بتاخد انسولين جاهز ما عندهاش ايه؟ طيب في مرض اسمه انسولينوما. سهل على فكره سهل، انسولينوما يعني في تيومر عمال يطلع مين؟ طب لما يكون عندي تيومر عمال يطلع انسولين بس سيبي بتاعي عامل ايه؟ يبقى كلمه سيبي بتاعي تقول لك اذا كان اندوجينوس ولا اذا كان، انا بقول لك النماذج اللي بتحتاج فيها كلمه اسمها سيبي بتاعي. طيب اخر حاجه ودي كلكم عارفينها، هيموجلوبين اي 1 سي جلايكيتد هيموجلوبين. الجلوكوز يركب على الهيموجلوبين طالما الهيموجلوبين عايش. الهيموجلوبين اللي في دمنا عمره قد ايه؟ هو من عمر كرات الدم الحمراء، هو في لسه مولود النهارده وفي عايش بقاله 4 شهور، يعني انت لو دخلت جوه الدم بتاعك هتلاقي هيموجلوبين مولود النهارده عمره زيرو، واكبر هيموجلوبين عمره 4 شهور، يبقى المتوسط بتاعهم عمره ايه؟ شهرين. يبقى متوسط عمر الهيموجلوبين قد ايه؟ لا شهرين. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الهيموجلوبين ده راكب عليه الجلوكوز طالما الهيموجلوبين عايش. لما بحسب السكر التراكمي او الهيموجلوبين اي 1 سي او جلايكيتد هيموجلوبين ده، انا بشوف الجلوكوز اللي كان ماسك في الهيموجلوبين الفتره اللي فاتت قد ايه؟ وده المفروض يكون اقل من 6.5، قلنا 6.5 مفهوم هنشخص اللي احنا عندنا. التارجت بتاعي لو حد عنده سكر ان انا احافظ عليه اقل من 7 جرام بير سنت، طالما اقل من 7 انا مبسوط وسعيد. بص انت بيجي لك عيان تعمل له سكر تراكمي والله والله يديك 15
و14 و13 و11 المصريين معظمهم 10 وشويه فاهمين كده اللي عندهم سكر تقول لا مش هينفع الكلام ده لازم اظبط الاكل لازم اظبط الرياضه لازم ناخد علاج مظبوط تقعد تهزقه شويه بعد ما تهزقه بعد 3 شهور بعيد تحت يبقى 8 كويس هو نزل من 10 يا جماعه بقى 8 طول ما هنستمر على نفس النظام لغايه لما ينزل اقل من 7 يعني انت الهدف كدكتور تحافظ عليه اقل من كام؟ ها انت شغلك الشاغل ان انا احافظ على هذا الجلايكيتد ها يا مجرم ده بيديني فكره عن اخر شهرين ثلاثه طب ما يا دكتور ما نستخدم الفاستنج او البوست براند اقول لك في حاجه العيان لو عارف ان هو رايح للدكتور بيعمل ايه؟ يظبط نفسه يقضيها ايه؟ قص ومرر قبل طول النهار فيعملوا تحليل ايه؟ طب بس انا عايز اعرف هو اختار مين في الفتره اللي فاتت؟ يبقى لازم اعمله مين؟ طيب الحاجه الثانيه واحده ست وحامل وعين الدكتوره مغمى عليها كالعاده دكتوره النساء مغمى عليها الناس اللي بتعملها تحت السكر وهوبا اكتشفت ان عندها سكر دلوقتي انا عايز اعرف اخر 3 شهور السكر كان عامل ايه لابد ان انا اعمل مين انت ممكن تاخد قرار لارهاب الابورشن لو كان السكر التراكمي بتاعها عالي ده معناه ان هو يعني بقى لها فتره السكر ايه يعني الطفل لما بيكون عنده مال فورميشن كونجنت انومالي حصل له مشكله في البنكرياس بتاعه عنده مصيبه سودة يعني ممكن تاخد هذا القرار عن طريق مين؟ عن طريق هذا الجلايكيتد هيموجلوبين في مشكله في الجلايكيتد هيموجلوبين رجع كامل عند الهيموجلوبين. الشاطر فهمني. مش في عندنا عنوان اسمه هيموليتك انيميا يعني الار بي سي لايتس ده بيبين يعني الهيموجلوبين عمره ايه؟ الناس دول ما ينفعش ان انا اتابعهم عن طريق يعني مثلا انتوا عارفين كومن جدا الناس اللي عندهم ثلاثين بيكون عندهم سكر. اه والله يا ولاد بيحصل لهم نيموكروماتوسس ويترسب الحديد في البنكرياس ويعمل سكين بيجمنتيشن حتى بيسموه كرونز دايابيتس ما ينفعش اتابع مرضي الثلاثيني عن طريق ايه؟ ولكن نتابعه عن طريق الفاستنج والبوست بلاندر او في حاجه اسمها جلايكيتد البومين ده كل 21 يوم يعني الجلوكوز بيركب على الالبومين طالما الالبومين عايش لكنه لسه لا بيستخدم بعنف ولا حاجه خلاص؟ ده بالنسبه للانفستيجيشنز لمريض سكر تريتمنت اوف دايابيتس تريتمنت اوف دايابيتس نمره واحد في عندنا دايت اند اكسرسايز وفي عندنا دراجز وفي عندنا انسولين واشياء اخرى يبقى دايت اند اكسرسايز في ميديكيشنز في ادويه كتيره بعد كده في عندنا الانسولين واشياء اخرى اولا الدايت والاكسرسايز كل مرضى السكر لازم تعمل لها دايت كنترول واكسرسايز بروجرام سواء كان تايب 1 او تايب 2 بس الفكره ان لو في مايلد تايب 2 كان كنترول باي دايت اند اكسرسايز الون يعني لو واحد عنده النوع الثاني من السكر وحاجه خفيفه كده يعني سكر خفيف كده يا ولاد لو ظبطت له اكله وعمل رياضه خلاص بيتحسن ومش محتاج اي ادويه اخرى فاهميني ولا لا؟ بنحسب الاحتياجات بتاعت الجسم عن طريق الكالوري مثلا هنشوف العيان ده الشخص اللي قدامك ده انت عايز تعمل له دايت كنترول عايز تظبط له اكله بتظبطه على حسب ما تكون لو هو الاكتيف بتاعته هو بيطلع في الروتين وقاعد على المكتب وراكب عربيه يعني حياته كلها مرفهه ما بيعملش اي مجهود خالص فده بنسميه مايند اكتيفيتي انا محتاج مثلا ايه من 20 25 30 بالكتير كالوري بير كي جي بير دي يعني اليوم بتاعكم عايز مثلا 1200 1300 1400 في الرينج ده واحد تاني لا مودرن اكتيفيتي عايزه من 30 ل 35 كالوري بير كي جي بير دي واحده ست حامل او واحد عنده سيفير اكتيفيتي لا انا عايز اديله 3000 كالوري في اليوم عايز اديله 60 كالوري بير كي جي بير دي يعني كله على حسب ايه يا ولاد يبقى على حسب بحسب له الكالوريز اللي هو عايزها على حسب الاكتيفيتي بقول له تعالى لي بقى احنا لازم هناكل كل حاجه لازم هناكل يا ولاد لازم هناكل كربوهيدرات 50% وهناكل فات 30% وبروتين 20% وهناكل ثلاث وجبات وثلاثة سناكس او اثنين سناكس عشان ما نعملش ما نعملش يعني مثلا يفطر الساعه 9 الصبح ويتغدى الساعه 3 ويتعشى الساعه 9 بالليل ومثلا الساعه 12 الظهر ياخد حاجه سناك والساعه 6 العصر ياخد سناك فاهمني ولا بتعمل له كده المنظر ده قدامه وتوريه كده العيان طول ما بيعمل كده وبعدين تحسب له الكالوريز اللي هو هياخدها السناك دي مش هياخد الخميس ده طبعا السناك دي تفاحه كوبايه زبادي والله تخليني الدنيا غلط عشان انا هايبر جلايسيمي عشان ما ياخدش هايبر جلايسيمي لا مش الكلام ده ما انا فاهم على مستوى الكربوهيدرات على مستوى الكربوهيدرات يا ولاد ما تدروش المونوساكرايز المونوساكرايز دي السكر الوحيدي ده سهل الامتصاص جدا وده اللي بيعملوا بيه اللي هو تعرف الشربات او العسل اللي بيعملوا بيه البسبوسه والكنافه والحاجات دي جريمه حتى السكر بتاع الشاي هو سكروز بس لو بيتدور
لو موزه كان عايز فلازم نقول له لا هناخد سكر هناخد ارتفيشال سويتنس. دي حاجه في الصيدليه كتير جدا وفي السوبر ماركت كتير جدا. بدل ما تاخد الايه اللي هو السكر الوحادي ده. يعني مثلا طب يا دكتور في حاجه اسمها داي ساكرايد او بولي ساكرايد؟ طبعا. يعني مثلا اقول لك الرز والمكرونه والعيش دي بولي ساكرايد، ما هي كربوهيدرات لكنها بولي ساكرايد. يعني بص بقول كل طبق رز بس ما تاكلش طبق بسبوسه. فهمتوا الفكره ولا لا؟ لان هي علامات تتكسر وعلامات تتهد وبعدين الريزيدوال بتاعتها اللي هتنزل في الاسبوع كتير فمش فارقه معايا قوي. بعدين على مستوى يعني على مستوى الكربوهيدرات افويد المونوساكرايز، انصحوا بالحاجات اللي هي البولي ساكرايز، اديله ارتفيشال سويتنس بقدر الامكان. الفات الدهون اديله الدهون بس بلاش بقى دايما تديله حاجه اسمها اوميجا 3. ده بولي انساتيوريتد فات كاتش كوليسترول وكوليسترول اسيتيت فور ويمنع الديبوزيشن والاثروسكليروزس. مش صنعنا في حاجه اسمها مش عارف زيت كيف البوك مش عارف ايه، ايوه الكتان زيت الزيتون دي فيها حاجه اسمها اوميجا 3. ده بيعمل ايه يا اولاد؟ كاتش كوليسترول ان كوليسترول اسيتيت. كوليسترول اسيتيت ملوش اي هارم فور الدم. الكوليسترول اسيتيت فورم كويس يمنع الاثروسكليروزس. تمام؟ ياكل طبعا بروتينات وتديله مالتي فيتامينز. اهم فيتامين تديله طبعا هو الفيتامين بي كومبلكس عشان الاعصاب. تزود في الاكل بتاعه الفايبرز. الفايبرز الالياف البرين الرده. الالياف يا ولاد فيها ميزه حلوه، اول ما تعمل بالك فبتقلل مثلا هو هيتغدى النهارده فياكل اول طبق السلطه، بعدين طبق الخضار خلاص مش محتاج بقى الرز والحاجات بعد كده. فاهمني ولا لا؟ يعني يملى معدته الاول بليه؟ وبعدين الحاجات دي بتمنع الكونستيبيشن وبتاع، فبالتالي دايما تقول له ها ركز على الالياف اكتر حاجه. يبقى خد بالك هياكل كربوهيدرات وفات وبروتين تقسم له الوجبات بتاعته كده وبعدين شطارتك بقى تقعد مع حسب شغلك ايه حسب نظامك ايه طب هنعمل ايه مش هنعمل ايه. ولازم توصيه جدا 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 بالرياضه. الجلوكوز بيدخل الخلايا بيدخل المصل سيل اثناء الاكسرسايز من غير انسولين. يا اولاد وقعنا تجارب كتير العيان اللي بيعمل رياضه ممكن بيوقف علاج السكر تماما. طبعا ما فيش تايب 1 انا بتكلم على تايب 2. يعني لو عمل رياضه عمل رياضه ريجولر بانتظام وبينزل وبيمشي وبيروح تقريبا اصلا مش محتاج ان هو ياخد علاج، يعني بيظبط الدنيا جدا جدا وده التراكم بتاعه نزل والدنيا بقت حلوه. دايما توصيه بحاجه اسمها ايه؟ رياضه. الكلام سهل اظن وده هيتضاف مع اي لما يقول لك تريد تو تايب 1 او تايب 2 هبدا الاول بدايت وايه؟ ها واكسرسايز والكلام بسيط وسهل اعتقد ما فيش فيه ادنى مشكله خلاص؟ الادويه درجز. الادويه اول دواء هنتكلم عليه اللي هو المجموعه القديمه بقى سلطونيل يوري. هي طبعا بتستخدم مش قديمه مش مستخدم لا بتستخدم. السلطونيل يوري مجموعه مهمه في علاج السكر. السلطونيل يوري هي هايبوغليسيميك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ستيميوليت انسولين ريليز من البنكرياس. هنا بتعمل ستيميوليشن للانسولين ريليز يعني ممكن تعمل هايبو جلايسيميا ولما تعمل هايبو جلايسيميا هياكل فتعمل ويت جين. هل فاهم حاجه؟ طيب بتزود الريسبتور سنسيتيفيتي دي حاجه حلوه ولا لا؟ يعني تخلي الانسولين اللي طالع يعرف يروح يشتغل كمان. بتقلل الجلوكوز ريليز باي ليفر. مش الليفر كان بيعمل حاجه اسمها جلايكوجينوز اللي يطلع مستوى السكر هو مش هيعمل كده. يعني هيوقف العمليه دي، يعني هيقلل السكر ازاي؟ هيزود الانسولين ريليز، هيزود الريسبتور سنسيتيفيتي، هيقلل الجلوكوز ريليز باي ليفر، دي كل حاجات تقلل مستوى السكر في الدم. طلع منها اول بريباريشن كولبيوتامايد وكلوربرومايد كانوا بيعملوا سيفير اوبستراكتيف جوندس وبوم مارو فيلير واتسحب ومحدش بيستخدمهم. اللي بيستخدم كله السكند جنريشن ادويه كتير جدا في الصيدليه. اللي هو الكريم برايت ده اشهر واحد وجريكلازايد وجريكلازايد اللي هو ادويه في لو تسمعوا حاجه اسمها ميني دياتا ودوانيل واماريل ودايماكرون. اماريل ودايماكرون دول اكثر حاجات اصلا. اماريل ودايماكرون دول اكثر استعمالا اوكي؟ دي ادويه كثيره جدا في السوق. طيب الانديكيشنز مين اللي هستخدم فيه هذا النوع؟ طيب ولا تايب 2؟ ما تنطقوا يا تايب 2. واستخدموا في حاجه اسمها مودي تايب ولا ايه؟ طب مين ما ينفعش استخدمه؟ ليفر ان تايب 1. برضه بصوا ما ينفعش في تايب 2 اذا كان عنده انفكشن او ستريس او انفانشن او مصيبه او داخل عمليات ما ينفعش.